2023 هو الأسوأ، خاصة بالنسبة للقارة العجوز. هي تحذيرات انطلقت منذ منتصف العام الذي نودعه خلال أيام، ويبدو أن الشتاء بدأ يقول كلمته. كندا تتجمد وأمريكا تتهاوى درجات حرارتها، ويبدو أن الدور حان على اليابان. الإعصار القنبلة آت، ولا سلاح يستطيع الوقوف في وجهه، وملايين الناس في مرمى قضمة الصقيع. فهل تصدق يا ترى تنبؤات العرافين ويقول المارد الأبيض كلمته في هذا الشتاء ويقلب كل الموازين؟ ليست فقط أوروبا التي تتجمد. عاصفة هوجاء كست كندا والولايات المتحدة بالأبيض وبدأت تغزو اليابان على مهل. العشرات لقوا مصرعهم مع بدء العاصفة الثلجية الشديدة تزامنا مع أعياد رأس السنة الميلادية. في أمريكا قضى 19 شخصا بسبب العاصفة الثلجية، بينما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.5 مليون شخص، والرحلات الجوية سواء الآتية إلى تلك البلاد أو الخارجة منها ألغيت تماما. فالعاصفة ممتدة على أكثر من 3200 كيلومتر من تكساس إلى كيبيك. وتسبب الإعصار الذي أطلق عليه الإعصار القنبلة بثلوج هائلة ضربت منطقة البحيرات العظمى المتاخمة للحدود بين الولايات المتحدة وكندا. أما تسمية الإعصار القنبلة أو قنبلة الطقس فيستخدمه الخبراء للتعبير عن حدوث انخفاض في الضغط الجوي بسرعة هائلة. ومن أمريكا إلى كندا، حيث أدت الرياح القوية والأمطار الجليدية والتساقط الكثيف للثلوج في إغلاق المدارس، وكذلك قطعت الكهرباء عن المنازل، لتناشد السلطات الكندية مواطنيها بالبقاء في منازلهم. فالأحوال الجوية تزداد سوءا يوما بعد يوم، وكالعادة فإن أونتاريو وكيبيك هما المنطقتان اللتان من المتوقع أن تتأثرا بشكل أكبر بالعاصفة الحالية، خاصة أنهما من المناطق المطلة على الأطلسي. وقد شلت العواصف الحياة في كندا، إذ ألغت شركة ويست جيت إيرلاينز، ثاني أكبر شركات الطيران في كندا، جميع رحلاتها التي كان من المتوقع إقلاعها من مطارات تورنتو وأوتاوا وكيبيك، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. كما أبلغت شركة إير كندا عن فوضى في توقيت الرحلات، حيث تم إلغاء رحلات وتأخير وتأجيل أخرى. أما اليابان فليست بأدفأ حالا. الثلوج الكثيفة تراكمت بعد انهمارها بشدة على شمال البلاد وأماكن أخرى، متسببة في مقتل 13 من اليابانيين مع إصابة أكثر من 80 آخرين. ومثل كندا وأمريكا تركت الثلوج أكثر من 10,000 منزل بدون كهرباء. لتدق وكالة الأرصاد الجوية أجرس الإنذار، محذرة من أن العواصف الثلجية والأمواج العالية في شمال اليابان وعلى طول ساحل بحر اليابان أيضاً قد تتسبب في تساقط ثلوج يصل عمقها إلى 60 سنتيمتراً. أما وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية فأعلنت أن قطاع المواصلات هو أكثر المتضررين في حالة كهذه، إذ توقفت خدمات القطارات والطائرات عن العمل، كما تعرضت بعض أجزاء المناطق الوسطى والغربية لاضطرابات في حركة المرور. حدث يتكرر مرة كل جيل. هكذا هو حال درجات الحرارة، ما تزال تنخفض يوما بعد يوم، والثلوج تكاد تعطل الحياة نهائيا، والرياح تزيد الأمر سوءا. فوضى بكل معنى الكلمة تعم غالبية مناطق الولايات المتحدة وكندا، ليحذر الخبراء الناس من عضة الصقيع التي قالوا إنها من الممكن أن تصيب المناطق غير المغطاة من الجلد في غضون 5 إلى 10 دقائق فقط من التعرض لمثل هذا الطقس، إذ ينخفض تدفق الدم إلى الأطراف في استجابة طبيعية منه للبرد، وتبدأ الأعراض بالشعور بالأجزاء المصابة بالبرودة والألم، بينما قد تنتهي هذه الحالة بموت الأنسجة، مما قد يستدعي الجراحة أو حتى البتر في بعض الأحيان. وبالعودة إلى المارد الأبيض، فإنه يهدد في القطب الشمالي أكثر من 135 مليون شخص نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع
قبل فترة السفر الأكثر ازدحاماً في هذا العام تزامناً مع أعياد رأس السنة والميلاد، إذ انطلقت التحذيرات من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي ووصلت إلى الجنوب انتهاءً إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وفلوريدا، حيث إن درجات الحرارة من الممكن أن تصل إلى 47 درجة تحت الصفر، بينما قال البعض أنها وصلت إلى 57 درجة تحت الصفر في بعض أرجاء البلاد التي سيرتفع فيها احتمال الإصابة بعضة الصقيع وفق خبراء الأرصاد الجوية، ما دفع البيت الأبيض للتعليق على الحال الذي وصلت إليه البلاد على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه الذي صرح قائلاً: هذا ليس مثل أي يوم ثلجي كأيام الجليد عندما كنت طفلاً، هذا شيء خطير. يبدو أن الموضوع لم يكن مزحة أبداً، فالشتاء بدأ تجهيزاته ليستقبل 2023 بحلة المحارب الأبيض الذي قطع الأنفاس وأوقف القلوب وتسرب إلى الأجساد وشل الحياة في كل بلد مر منها، ما يجعلنا نقول أن عام 2023 مع الأسف سيكون الأسوأ.